السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، نلتقي الآن إن شاء الله سويا في التسجيل الثاني من الفصل الثاني من مادة محاسبة باللغة الإنجليزية. إن شاء الله في هذا التسجيل سنتعلم سويا كيفية الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية الترانسفير فروم جورنال تو ليجر أكاونتس. طبعا هاي الشغلة سهلة وبسيطة ولكن بدها شوية انتباه عشان نفهم كيفية اللي هو الترحيل. طبعا الترحيل بتم عنا على ثلاث مراحل بدنا نفهمها مع بعض. المرحلة الأولى كل حساب موجود في دفتر اليومية، أي حساب موجود في الجورنال بدنا نفتح له صفحة في دفتر الأستاذ. زين أي أول شغلة فتح حساب في دفتر الأستاذ، لكل حساب موجود في دفتر اليومية. طبعا نشوف هذه الخطوة كيف نسويها، نشوف مع بعض. نيجي لدفتر اليومية، هي عندنا دفتر اليومية طبعا موجود فيه عندي كم قيد، عندي خمس قيود، القيد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. ممكن زي ما انتم شايفين يكون هذا رقم القيد رقم تسلسل، أو يكون التاريخ اللي هو ممكن يكون في 13 14 17 20 حسب ايش اللي بيجوا معاكو، ما فيش أي مشكلة في هذا الجانب. الآن نيجي نطبق الخطوة الأولى من الترحيل. قلنا الخطوة الأولى بنروح على دفتر الأستاذ بنفتح صفحة لكل حساب موجود في دفتر اليومية. طبعا نشوف احنا الحسابات الموجودة في دفتر اليومية. أول حساب حساب الكاش اللي هي النقدية، فبالتالي حروح أنا طبعا انتبهوا احنا في دفتر الأستاذ بنفتح الحساب على شكل حرف، على شكل حرف تي. تمام، طبعا في طريقة ثانية اللي هو الأربع أعمدة هنتعلمها لكن بعد ما نفهم اللي هو حرف تي. طبعا عندي أنا هاي حساب الكاش وهي الجانب المدين وهي الجانب الدائن. إذا هنا خلصنا الحساب الأول فتحنا له صفحة. نيجي للحساب الثاني، مين عندي في الطرف القيد، طرف القيد الثاني الكابيتال، أيضا نروح على دفتر الأستاذ وبنفتح صفحة. طبعا يعني هذا الحساب التي يعني انا فتحت صفحة كأنه فتحت صفحة في دفتر الأستاذ، وهي الكابيتال وهي الجانب المدين وهي الجانب الدائن. اذا خلصت القيد الاول، نيجي للقيد الثاني، مين اول حساب في الاوفيس رنت. اذا بروح على دفتر الأستاذ وبنفتح حساب للاوفيس، هاي الاوفيس رنت، مصروف الايجار، مصروف ايجار المكتب، وهي المدين وهي الدائن. الان الحساب اللي بعديه النقديه، ما احنا فتحناه في الاول خلاص الحساب بنفتح له مره واحده. بعد كده في عندي الاكويبمنت في القيد اللي بعديه، في عندي الاكويبمنت فبنفتح حساب للإكويبمنت. اللي هي المعدات، وهي ديبت وهي كريدت. بعدي عندي كاش موجودة خلاص مش هنفتح الا حساب تاني، لازم نفتح حساب واحد او صفحة واحدة في دفتر الأستاذ لكل حساب موجود في القيود في دفتر اليوم. بنيجي للقيد اللي بعديه، عندي موجود دروينجز مسحوبات شخصية، فبنروح بنفتح لحساب المسحوبات الشخصية، هاي الجانب المدين وهي الجانب الدائن. تمام، والكاش موجودة، وعندي الاكويبمنت ايضا موجودة هيها، فتحنا لها صفحة خلاص بفتحش صفحة تانية، وهي الكاش موجود لها صفحة موجودة. طبعا هذا انا بالمختصر يعني كيف بنقول احنا للطلاب عشان توضح الامور عندهم. لان السوبر ماركت لو انا بتعامل مع اي سوبر ماركت عندي بالاجل بالدين، فلما انا اروح بشتري من السوبر ماركت اول شغلة السوبر ماركت بروح بسجل في دفتر بسموه دفتر عام، يعني كل واحد بيجي بيشتري بسجل انه اشترى وعليه حساب كذا كذا. فالدفتر هذا احنا يعني بنسميه كأنه دفتر يومي. ليش؟ بنسجل فيه كل العمليات اللي بتتم لحظة بلحظة،
فبيكون كل الزبائن موجودين في هذا الدفتر ورا بعض، مش مشكلة. بعد ما آخر النهار أسبوع بسوي بنقل الحسابات من هذا الدفتر، بكون عامل دفتر تاني، عامل صفحة لكل زبون، بنقل اللي هو اللي أخده الزبون على صفحته الخاصة فيه، فهي بنسميه دفتر الأستاذ. هي عملية الترحيل، لو أنا بنقل الحسابات من دفتر اليومية إلى حساباتها أو صفحاتها الخاصة في دفتر الأستاذ. إذن هاي الخطوة الأولى إحنا سويناها لنقل أو فتح حساب في دفتر الأستاذ لكل حساب موجود في دفتر اليومية. الخطوة الثانية عملية الترحيل، بدنا نرحل القيود الموجودة قدامكم من دفتر اليومية إلى حساباتها في دفتر الأستاذ. طيب الآن موضوع اللي هو الترحيل بنسميه احنا باللغة الإنجليزية الترانسفير، ترانسفير الترانس أكشنز أو القيود من الجورنال اللي هو دفتر اليومية إلى الليجر أكاونتس إلى حساباته أو الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ. نيجي للخطوة الثانية، نبدأ في القيد الأول. انتبهوا كويس لآلية الترحيل. القيد الأول موجود فيه عندي أنا النقدية، تمام. النقدية وين جاية؟ في الجانب المدين. إذا منوع على حساب الأستاذ 7 النقدية، منوع على حساب الأستاذ 7 النقدية في الجانب المدين، بنقول قديش المبلغ المدين؟ 15,000. مين الدائن تبعها؟ الكابيتال. فإذا في الجانب المدين من الكاش بنسجل الكابيتال اللي هو الطرف الثاني، وهي 15,000. طبعا ليش انا سجلت المبلغ هذا في الجانب المدين؟ لانه الكاش في القيد جايه في مدينه، هاي الكاش في القيد ايش جايه؟ مدينه. فعشان هيك انا رحت سجلت في الجانب المدين تبع النقديه، واخذت المبلغ اللي قبالها، اخذت المبلغ اللي قبالها. اذا هنا رحلت انا النقديه وبحط عليها صح انه انا رحلتها. بنيجي للطرف الثاني تبع القيد اللي هو مين؟ الكابيتال. الكابيتال وين جاي في القيد؟ في اي جانب؟ في الجانب الدائن اللي هو الكريدت. فبنروح على حساب الكابيتال. لاحظوا انا بروح على الحساب نفسه، هاي الحساب الكابيتال. بروح على اي جانب؟ على الجانب الدائن، لانه الكابيتال في القيد كان دائن. طبعا مين المدين تبعه؟ الكاش. فبنكتب هاي كاش وهي 15,000. لو بدي اقرا انا القيد من هنا، هذا بيكون المدين، هي ديبت كاش كريدت كابيتال، ديبت كاش كريدت كابيتال. لو بدي من هنا ديبت كاش كريدت كابيتال. طيب القيد اللي بعديه، الحساب الموجود عند الاوفيس رنت، مصروف مكتب. مصروف المكتب وين جاي في القيد؟ جاي في الجانب المدين. اذا الاوفيس رنت مدينه، فبنروح على حساب الاوفيس رنت. هاي حساب الاوفيس رنت حنسجل في الجانب المدينه لانه هي مدينه. قديش المبلغ اللي هي مدينة فيه؟ 600. لمين؟ الكاش. اذا بنحط هي مدينة ب 600 لصالح الكاش النقدية، هي الطرف الثاني. الان القيد ايضا في الطرف الثاني النقدية الكاش، النقدية جاية دائن لانه دفعت، الكاش جاية كريديت لانها دفعت. فبالتالي بنوع على الكاش في الجانب الكريديت الدائن، بنحط هاي 600 مقابل شو دفعت الكاش؟ مقابل الاوفيس رنت. طبعا هي اختصارها اكسبنس، اوفيس رنت اكسبنس، لانه مصروف، هذا مصروف اكسبنس، تمام. هنا انا رحلت القيد الثاني. القيد الثالث بنبدا بطرف المدين. طرف المدين مين هو؟ الاكويبمنت اللي هي المعدات في الطرف المدين. اذا حروح على حساب المعدات الاكويبمنت وفي الطرف المدين، حنسجل مبلغ 3000. هاي مبلغ 3000. طبعا مين الدائن للإكويبمنت؟ الطرف الثاني اللي هو الكاش. فلو انا بدي اقرا القيد من هنا، حنقول ديبت إكويبمنت كريدت كاش، ديبت إكويبمنت كريدت كاش. طبعا لو رحنا على القيد حنلاقي انه الطرف الثاني النقدية، النقدية دفعت، فبالتالي حتكون دائنة كريدت. فحنيجي على النقدية في الجانب الكريدت، حنسجل هاي 3000 دفعت مقابل شو؟ للإكويبمنت اللي هو هذا الطرف الثاني. نيجي خلصنا القيد الثالث، نيجي للقيد الرابع، الديبت دراونز مسحوبات شخصيه جايه مدينه،
فبنوع على حساب المسحوبات الشخصيه في الجانب المدين هنسجل 1000. طبعا 1000 كيف انسحبت نقدا في الطرف الثاني من القيد؟ كان كريدت. طبعا عند الـ1000 هنسجل ان الطرف الثاني كاش نقديه. نيجي للطرف الثاني من القيد اللي هو النقديه، النقديه جايه دائنه، فبنوع على النقديه في الجانب الدائن هنحط كمان 1000 مقابل شو؟ مقابل الدراونجز اللي هو الطرف الثاني من القيد. القيد الاخير الاكويبمنت جاي في الطرف المدين ب1000، فبنوع على الاكويبمنت، هاي الاكويبمنت في الطرف المدين كمان هاي 1000. طبعا مين الطرف الثاني؟ اللي هو الكاش، فبنكتب هنا مقابل كاش. الان النقديه دائنه دفعت 1000، فبنوع على الطرف الدائن من النقديه هاي 1000 مقابل اللي هو الاكويبمنت تمام. انا هيك بكون رحلت كل قيود اليومية على دفتر الاستاذ. لان المرحلة الثالثة او الخطوة الثالثة بنقول عنها عملية الترصيد اللي هي البالانسينج ذا اكاونتس، البالانسينج ذا اكاونتس ترصيد الحسابات. بدي اطلع رصيد كل حساب من الحسابات الموجودة. الان خلصنا من دفتر اليومية، مش حنرجع له ما دام انا رحلت صح على دفتر الاستاذ. الان شغلي بيكون في دفتر الاستاذ. الان عملية الترصيد عملية سهلة، لكن بدكم تراجعوها وتنتبهوا معنا كيف يتم عملية الترصيد. بنيجي لكل حساب، بنجمع الجانب الدائن والجانب المدين، بنجمع الجانب الدائن والجانب المدين. الان مجموع الجانب المدين 15، بس بنحطه ايش؟ تحت. مجموع الجانب الدائن هنجمع 3000 و1000 4000 و1000 5600، اذا الرصيد 5000 و600. مين اكبر؟ ال 5600 ولا ال 15000؟ طبعا ال 15000 هي الاكبر، فبالتالي هناخذها هي رصيد للجهتين، هي ال 15000. الان بدنا نطلع المتمم، بدنا نطلع المتمم. طبعا 15000 ناقص 15000 0، ما فيش متمم. طبعا 15000 ناقص 15000 0. طبعا 15000 ناقص 5600، اذا في عندي 9400. يعني عشان يتوازن هذا الجانب لازم يكون في عندي متمم 9400. طبعا هذا المتمم اللي احنا بنسميه رصيد البالانس، رصيد الحساب، رصيد الحساب. طبعا البالانس هذا حيكون، بدنا نطلع طبيعته، هذا الرصيد طبيعته حيكون مدين ولا دائن. القاعدة اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فات، القاعدة اللي خدناها المحاضرة اللي فات، بنقول هذا الرصيد في اي جانب ظهر؟ في الجانب الدائن، اذا بيكون عكسه، اذا بنسميه ديبت بالانس، رصيد مدين. او بنقول مين اكبر، الجانب المدين مجموعه ولا الجانب الدائن؟ هاي مجموع الجانب المدين وهي مجموع الجانب الدائن، فالجانب المدين مجموع اكبر، اذا حيكون رصيد مدين. او بنقول النقدية وصلها من الكابيتال او من المستثمرين 15000، اذا حطينا في الصندوق 15000، صرفنا من ال 15 5600، قديش بضل في الصندوق؟ بضل 9400. والكاش هي اصل، عشان بس تتأكدوا من حلقه صح ولا غلط، الكاش يعتبر اصل. الاصل ايش طبيعته؟ مدين، لازم الرصيد يكون تبعه مدين، لانه حسب الرصيد بيكون حسب طبيعة الحساب. نيجي لرأس المال بنفس الآلية، هاي رأس المال اللي ما كانش مركز معانا هناك يركز معانا. مجموع الجانب المدين 0، مجموع الجانب الدائن 15000، اذا مين اكبر؟ 15000. اذا حناخذ ال 15000 رصيد للجهتين، هاي 15000 15000. هاي بدنا نطلع المتمم، بنقول 15000 ناقص 15000 0، 15000 ناقص 0 ناقص 0، اذا بضل عندي 15000. اذا هذا رصيد، ال 15000 هذا رصيد حيكون طبيعته مدين ولا دائن؟ طلع وين اجى الرصيد، وين ظهر؟ في الجانب المدين، اذا بيكون عكسه، اذا بيكون كريدت
بالانس، طبعا البي اختصار البالانس، او بنقول مين اكبر، الجانب الدائن ولا الجانب المدين؟ بنلاقي الجانب الدائن قيمته 15000 والجانب المدين قيمته صفر، فبالتالي 15 اكبر، فبالتالي قيمه الجانب الدائن اكبر، فبالتالي الرصيد حيكون دائن. او بنقول للتاكيد راس المال ايش طبيعته؟ كريدت دائن، اذا الرصيد لازم يطلع نفس طبيعه الحساب اذا كان حالنا صح. نيجي للاوفيس رنت، الاوفيس رنت اكسبنس هذا مصروف ايجار، مصروف ايجار بنفس الاليه بنقول مجموع الجانب المدين 600، مجموع الدائن صفر، اذا ناخذ 600 رصيد للجهتين. المتمم هان 600 ناقص 600 صفر، طب 600 ناقص صفر بضل عندي 600، وهو هذا الرصيد بنحط عليه دوريه زي هيك. هذا الرصيد طبيعته مدين ولا دائن؟ عكس الجانب اللي ظهر فيه، ظهر في الجانب الدائن، فبكون هو رصيد مدين ديبت بالانس. وفعليا احنا المصروفات لما كنا بنقول عن طبيعة الحساب كنا نقول المصروفات طبيعتها مدين، فبالتالي لازم المصروفات يطلع رصيدها مدين. الاكويبمنت هذا اصل، بنفس الآلية بنيجي بنجمع، طبعا هنا زيرو وهنا عندي 3000 هي 4000، اذا ال 4000 اكبر فنروح بنحط ال 4000 رصيد للجهتين، هاي ال 4000. المتمم 4000 ناقص 4000 صفر، فيش متمم، 4000 ناقص صفر، اذا بيكون عندي هنا رصيد 4000 ونحط عليه دورية. هذا رصيد ايش طبيعته، مدين ولا دائن؟ بنلاقي انه ظهر في الجانب الدائن فبكون عكسه، فبكون رصيد مدين. يعني الان في عندي اكويبمنت موجودة قيمتها 4000، والاكويبمنت اصل، الاصل طبيعته مدين، فلاحظوا طلع رصيده مدين. المسحوبات الشخصية بنفس الالية، هاي 1000 وهان زيرو، فبنقول الالف اكبر فحناخد رصيد للجهتين. المتمم الف ناقص الف زيرو، الف ناقص زيرو الف، وهذا هو رصيد بنحط عليه دورية. الرصيد هذا حيكون مدين ولا دائن؟ حنلاقيه انه ظهر في الجانب الدائن، فحنقول عكسه انه هذا رصيد مدين، هي ديبت بالانس. هيك انا بكون خلصت ما يتعلق بدفتر الاستاذ. فتحت صفحة لكل حساب في دفتر الأستاذ زي ما انتم شايفين، رحت رحلت من دفتر اليومية ترانسفير فروم جورنال تو ليجر اكونتس، رحلت القيود من دفتر اليومية لحساباتها الموجودة في دفتر الأستاذ. بعد كده عملت عملية البالانسينج للأكونتس، عملية التوصيل للحسابات، وطلعت البالانس تبع كل حساب وطبيعة هذا البالانس أو طبيعة الرصيد سواء كان ديبت أو كريدت. هيك أنا بكون اللي هو خلصت الخطوة الثانية من عملية التسجيل. بعد هيك بضل انه انا اعد ميزان المراجعة. طبعا في الامتحانات لما بده يجي سؤال بالشكل هذا بيجي سؤال متكامل، عمليات مطلوب نسجلها بدفتر اليومية في الجورنال، بسميه جورنالايز ذا ترانزاكشنز، سجلوا القيود في دفتر اليومية، وبنطلب منكم حساب واحد او اثنين من دفتر الاستاذ، يعني مش هنطلب منكم كل الحسابات. فبالتالي الحساب المطلوب هو اللي بفتح له صفحة، بدور على القيود وين موجود، فقط باخده هو وبرحله على الحساب الموجود. وحناخد مثال في هذا الجانب لحاله، عدي كمان شوية الان في نفس الاسئلة حناخد ايه مثال لو انا بدي اعمل حساب واحد فقط زي ما هو مطلوب. الان بضل عندي خطوة انه انا بدي اعمل ميزان المراجعة. طبعا احنا قلنا ميزان المراجعة اللي هو البالانس، الترايل بالانس، ميزان المراجعة هو عبارة عن الأرصدة تبعت الحسابات اللي كانت في دفتر الأستاذ، الأرصدة اللي كانت في دفتر الأستاذ. فالترايل بالانس هنعمله بالشكل هذا والدائن. طبعا هيك بيكون شكل ميزان المراجعة. بنيجي عاد لدفتر الأستاذ، بنقول أول حساب كان في دفتر الأستاذ مين هو؟ الكاش، النقدية، فبنكتب اللي هو النقدية، هاي كاش. طبعا النقدية ايش كان رصيدها اللي احنا طلعنا؟ 9400. طبعا المدين ولا دائن؟ مدين، فبنروح على الجانب المدين بنكتب 9400. مين الحساب الثاني؟ كابيتال، مش مهم الترتيب، المهم انا اخذ كل الحسابات. الحساب الثاني كابيتال، الكابيتال، فبنروح بنكتب هاي كابيتال
تمام. ايش الرصيد اللي طلع؟ 15,000 مدين ولا دائن؟ دائن. فبناخد في الجانب الدائن حنحط 15,000. اعتقد القصة الامر سهل بس بده شوية انتباه وتركيز في هذا الجانب. بعد كده مين؟ الاوفيس رنت اكسبنس. هاي اوفيس Office Rent Expense. ايش الرصيد كان؟ كان رصيد 600، طبيعته مدين، فبنروح على جانب المدين بنحط 600. بعد هيك في عندي الاكويبمنت، هاي الاكويبمنت معدات، شو طلع رصيدها؟ 4000. 4000 كان مدين ولا دائن؟ كان مدين، فبنروح بنحط في الجانب المدين هاي 4000. لاحظوا انا باخذ الرصيد اللي انا طلعته توي، باخذ الرصيد اللي انا طلع، يعني هو ملخص او نهايه ما تم في هذا الحساب، نهايه ما تم في هذا الحساب. بعد كده في عندي الدراوينجز المسحوبات الشخصيه، هاي الدراوينجز طبعا المسحوبات الشخصيه، رصيد كان 1000 مدين، فبنروح في الجانب المدين بنحط 1000. طبعا اذا احنا شغالين صح بعمليات متكامله لازم زي المراجعه يكون متوازن، الجانب المدين يتساوى مع الجانب الدائن. طبعا نشوف الكلام هذا، هاي التوتال لو بدنا نجمع، طبعا مجموع الجانب المدين، مجموع الجانب الدائن لانه حساب واحد او قيمه واحده، هي 15000. مجموع الجانب المدين بدنا نجمعه، بنقول عنا 9400 زائد 600 زائد 4000 زائد 1000 يساوي 15. لازم يكون 15000 اذا حلنا صح وعمليات متكاملة، لازم يكون 15. هاي ميزان المراجعة بالشكل المختصر. اللي احنا من ميزان المراجعة هنعد القوائم المالية. فالان احنا في اللقاء هذا اخذنا شغلتين، كيف احنا نرحل القيود من دفتر اليومية الى دفتر الاستاذ وسميناها عملية الترانسفير او الترانسفورميشن، اللي هي ترانسفير فروم جورنال اكاونتس او فروم جورنال تو ليجر اكاونتس لحسابات دفتر الاستاذ. بعد كده نفس عملية اللي هو الترحيل، قلنا بتتم على ثلاث مراحل، اللي انا بقى بفتح صفحة لكل حساب في دفتر الاستاذ، بروح بنقل القيود من دفتر اليومية برحلها دفتر الاستاذ، بعد كده بعمل عملية الترصيد البالانسينج، بعد ما اعمل عملية الترصيد بروح بجمع الارصدة اللي انا طلعتها وبعملها في قائمة او في جدول اللي احنا سميناه الترايل بالانس. هذا بالشكل المختصر. انا قلت لكم في، لو انا طلبت منكم فقط تعملوا الحساب واحد، طبعا لما بنعمل الحساب واحد، طبعا نفترض انه انا قلت لكم بدنا نعمل حساب النقدية فقط بنفس الآلية، هاي عندي القيود. الآن في السؤال لو طلب مني فقط اعداد اللي هو الليجر اكاونت للكاش، بده دفتر الاستاذ لحساب النقدية، طبعا بكون طالب مني، حنجيب لكم اسئلة من الامتحانات ونفاجئكم كيف. طبعا بكون المطلوب الاول جورنالايز ذا ترانزاكشنز، تسجيل القيود او العمليات في دفتر اليومية. بعد كده قلنا بريبير ذا ليجر اكاونت فور كاش، اعداد القيد اليومية او اعداد حساب الاستاذ للنقدية الكاش. طبعا لو كان في عندي رصيد سابق للحساب حنتكلم فيه ان شاء الله في حل الامثلة، واحنا بنحل بعض الامثلة الان، بس افهموا الالية هذه. وبعد كده لو في عندي رصيد سابق حنتكلم في الموضوع كيف نتعامل مع الرصيد السابق. الامر سهل ما فيش فيه اي مشكلة. الان بدنا نعمل الكاش، انا حعمله على طريقتين، حعمله على شكل حرف تي وحعمله على شكل الاعمدة اللي هي اصلا الموجود في الحياة العملية الموجود. الان في الحياة العملية ما فيش عندي حسابات استاذ على شكل حرف تي، لكن احنا بنعطيها للتعليم للعلم، لكن الموجود في الحياة العملية هو حسابات او حساب الاستاذ او الكشف لحساب، بنسميه كشف لحساب، بيكون على شكل اربع اعمدة حنتكلم فيه. الان هو طلب مني فقط اعمل حساب للكاش، فبالتالي بعمل انا صفحة
لا النقدية، نعمل صفحة للنقدية، هي عندنا كاش. وهي الجانب المدين، وهي الجانب الدعم. دائما في الحساب، في الحساب الأستاذ في اللغة الإنجليزية بيكون المدين على اليسار والدائن على اليمين. بنيجي الآن على القيود، بنيجي لقيد قيد. القيد الأول فيه كاش أو موجود في أي جانب؟ في الجانب المدين. إذا بنروح على الكاش في الجانب المدين، حنسجل 15,000 من المقابل اللي هو كابيتال. خلصنا القيد الأول. في شيء في نقدية غيره؟ خلصنا، رحلناها. نيجي للقيد الثاني. البند الأول أوفيس رنت، البند الثاني موجودة الكاش. موجودة وين؟ في الجانب الدائن. إذا نروح على الجانب الدائن هنشوف الأوفيس رنت قديش المبلغ اللي قبل النقدية، 600. هنقول 600 من الطرف الثاني اللي هو الأوفيس رنت. إذا خلصنا هذا، نيجي للقيد اللي بعديه. موجودة النقدية الطرف الأول؟ لا. الطرف الثاني موجودة في أي جانب؟ في الجانب الدائن. طبعا لو في قيد فيش نقدية خلاص ما ليش علاقة فيه. فبنيجي في الجانب الدائن عند الأوفيس رنت اللي هو 3000، 3000 اللي هي إكويبمنت. هاي إكويبمنت، وهيني خلصت منها. القيد اللي بعديه موجودة النقدية موجودة في الجانب الدائن. ايش اللي قبالها؟ 1000. هاي في الجانب الدائن 1000. مين المقابل اللي هو الدراوينجز، المسحوبات الشخصية. القيد اللي بعديه موجودة كاش موجودة في الجانب الدائن برضو، 1000 مقابل الاكويبمنت. فبنحط 1000 مقابل الاكويبمنت. انا هيك بكون خلصت الخطوة الاولى. انا كل ما يتعلق في النقدية من دفتر اليومية رحلته، هو طالب من النقدية فرحلت كل ما يتعلق بالنقدية. هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي اربعة، هاي خمسة. واحدة في الجانب المدين، اذا هاي الجانب المدين واحدة، تمام. وواحد اثنين ثلاثة اربعة في الجانب الدائن، هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة في الجانب الدائن. اذا بتيجي الان عملية الترصيد زي ما توي اتعلمنا. بنقول مجموع الجانب المدين 15,000، مجموع الجانب الدائن هنلاقيه 5,600. عشان اخذ رصيد مين الاكبر؟ ال 15. اذا هي باخذها رصيد للجهتين، هي 15 هان وهي 15 هان. الان بدي اطلع المتمم، بنقول 15 ناقص 15 صفر، إذا هنا زيرو فيش متمم، يعني هنا في توازن. طب هنا عشان يصير 15,000 بنقول 15 ناقص 5,600 عشان أطلع المتمم، فبضل عندي 9,400. 9,400 هذا بنحط دورية عليه اللي هي هذا الرصيد، هذا الرصيد. الرصيد بدنا نحدد اللي هو طبيعته مدين ولا دائن. قلنا في أكثر من طريقة، أسهلهم وين ظهر الرصيد؟ في الجانب الدائن، إذا بيكون عكسه. إذا هاي بنقول ديبت بالانس، ديبت بالانس، رصيد مدين. ايش يعني رصيد مدين؟ يعني الان النقدية موجود فيها مبلغ 9,400 بعد العمليات اللي تمت، اللي هي تحصيل الاستثمار 15,000 اللي هو من المساهمين، ودفعنا للأوفيس رنت، ودفعنا الاكويبمنت، ودفعنا دروينز مسحوبات شخصية، ودفعنا كمان اكويبمنت اللي ضل بعد هيك اللي هو 9,400. هذا الكلام بدنا نعمل على شكل جدول. طبعا ايش الميزه ما بين الجدول وبين حرف تي؟ انتوا لاحظين انه انا بعد ما بنقل من دفتر اليوميه لدفتر الاستاذ احتجت اني اعمل عمليه الترصيد. في حساب الاربع اعمده لا، الترصيد بيتم اول باول، الترصيد بيتم اول باول، نشوف كيف. وهذا عشان هيك هي المستخدمه في الحياه العمليه. حتى في برنامج الاصيل لو انتوا بدكم تعملوا رصيد حساب جربوا اي حساب موجود عندكم على برنامج الاصيل من دليل الحسابات، اطلبوا له حساب اللي هو الاستاذ حتلاقوه بالشكل اللي انا حفرجيكم اياه. فهذا بكون حساب الكاش النقدية، هي كاش اكاونت.
طيب الآن نيجي نرحل. طبعا ما كانش في عنده رصيد، لو في عنده رصيد سابق بنحط الرصيد وبنحطه هان. الآن نيجي للعملية الأولى، الكاش مدين، إذا هاي مدين، هاي 15,000. مين الدائن اللي هو الكابيتال؟ طبعا نحط البيان انه الكابيتال لو او بنسميه انفستد، ما فيش اي مشكلة. طبعا التاريخ فيش عندي عملية الاولى. طبعا بعد العملية هذه قديش حيكون رصيد الكاش؟ مدين 15,000، على طول بروح في الرصيد بحط 15,000 وبكون ايش؟ ديبت. طبعا في اللغة العربية هتلاقوه محطوط حرف الميم، ولما يكون دال بيكون حرف الدال. الآن في الهانة هنكتب اللي هو ديبت عشان نعرف انه هذا رصيد مدين، رصيد مدين. العملية الثانية الكاش كانت دائن، دفعت يعني، دفعت يعني في الدائن 600، اذا بجانب الدائن هنحط 600 وهي عملية 2. لو في تاريخ بنحط تاريخها. طبعا تم دفع اللي هو افوس اوفيس رنت اللي هو مصروف ايجار، هاي اكسبنس. طبعا بعد هيك قديش حيكون الرصيد؟ لاحظوا مدين 15,000 ودائن 600، بدنا نخصم. ما دام مدين ودائن معناته بدنا نخصم من بعض، المدين نخصمه او الدائن نخصم المدين عشان يضل الجانب المدين. فبالتالي بنقول 15 ما دام اختلفت طبيعة التنين اذا بنخصم، لما يكون التنين نفس طبيعتهم بنجمع. فبالتالي هنخصم الان، فهيضل عندي رصيد، انا عندي 15,000 دفعت منهم 600، هيضل عندي 14,000 و400، وايضا هيكون رصيد مدين. العملية اللي بعديها الكاش ايضا دفعت مقابل اكويبمنت، طبعا دفعت يعني في الجانب الدائن 3000، في الجانب الدائن هنحط 3000، هاي اكويبمنت. هاي عملية 3. طبعا الان الرصيد مدين والعملية هذه كانت دائنة، يعني بدنا نخصمها خصم لانه احنا دفعنا من الرصيد الموجود. فبنخصم 3000 من 14,400، حيظل عندي 11,400، ايضا بكون مدين. العملية اللي بعديها ايضا الكاش دفعت، هي في الجانب الدائن 1000، في الجانب الدائن هنحط 1000 مقابل دروينز، عملية 4. طبعا الالف بعد هيك هنقول ال 11,400 ناقص الالف. طبعا ليش ناقص؟ قلت لكم لانه هذا رصيد مدين وهذه العملية دائن، فبالتالي يعني تم دفع، فبنخصم الدائن من المدين لان المدين هو الاكبر، فهيضل عندي 10,400 ايضا مدين. العملية الاخيرة الكاش ايضا دفعت 1000، هاي 1000 لانه دفعت هيها في الجانب الدائن، عشان هيك رحت سجلت الالف في الجانب الدائن. مقابل ايش دفعت؟ دفعت مقابل اكويبمنت، تم شراء اكويبمنت، هاي اكويبمنت. هاي عملية 5. نروح بنقول 10,400 مدين ناقص 1000 دائن، فبضل عندي 9,400 رصيد مدين. ملاحظين انتو الان بعد ما انا بخلص رصيد بكون لحاله ظهر عندي، مش محتاج ان انا اعمل عملية ترصيد للحساب. هذا هو شكل الحساب اللي احنا بنشوفه في الحياة العملية، وانا يعني ممكن في لقاءات او تسجيلات تانية اجيب لكم بعض الكشوفات تطلعوا عليها تشوفوا كيف بكون شكل الحساب. وانتم مبدئيا لما انتم قاعدين تاخذوا برنامج الاصيل، من خلال برنامج الاصيل بتقدروا من خلال برنامج الاصيل في التقارير تعملوا حساب استاذ لاي حساب عندكم موجود في دليل الحسابات اللي هو تشارت اوف اكاونتس، وبتستعرضوه هتلاقوه بالطريقه هذه موجود. هيك مفهوم اللي هو حساب الاستاذ بالاعمال. هذا اللي كان اللي انا كنت حابب اوصله.
في المحاضرة الثانية من الفصل الثاني اللي اتكلمنا فيه عن تسجيل القيود من دفتر اليومية إلى حساباتها الخاصة بدفتر الأستاذ وترصيد الحسابات وإعداد ميزان المراجع. ضل عندي نقطة أخيرة. الآن أنا لو كان في عندي رصيد معطيني في السؤال إنه أنا في عندي رصيد قديم للكابيتال أو للكاش. الآن لو كان عندي رصيد سابق، طبعا الكابيتال هو أصل طبيعته مدين، أي رصيد سابق بيكون نفس طبيعة الحساب، فحنحطه بالانس رصيد، لكن حنحطه رصيد مدين أو رصيدين حنشوفه ضمن الأسئلة في المرات القادمة. الآن إن شاء الله حننزلكوا سؤال واجب بتحلوه دفتر يومية وبترحلوه كامل على دفتر الأستاذ وبتعدوا اللي هو ميزان المراجعة، إن شاء الله حنزلكوا إياه اليوم ومطلوب منكم تسلموه لغاية يوم الاثنين. إن شاء الله في التسجيل القادم حيكون في عندي أسئلة حنحلها مع بعض فيما يتعلق بدفتر الأستاذ وميزان المراجعة. بعد هيك إن شاء الله حنتعلم كيف نعد القوائم المالية. بكون أنا هيك أنهيت الشابتر الثاني والملحق اللي أنا رحلته من الشابتر الأول للشابتر الثاني بعد ما أنهي موضوع القوائم المالية. يديكم العافية إن شاء الله ونشوفكم في التسجيل القادم.